بسم الله الرحمن الرحيم ايها الحفل الكريم التحدي يتواصل بكم بهذا الصباح في هذه المنافسات وهذه التحديات التي خصصت لسن الاذاع من مسافه الاربعه كيلو مترات ناتي بكم الان لانطلاقه شوطنا التاسع والذي خصص لفئة القعدان الانتاج من مسافة الأربعة كيلومترات بسم الله وعلى بركة من الله نحو البداية ونحو المقدمة إلى المركز الأول لمن يتقدم مع المركز الأول ومع البداية عز عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي ولكن التقدم من الجانب الآخر والحضور والقدوم من الباز علي بن راشد بن سالم بن دوحه المري من يتقدم مع المركز الاول المركز الثاني ارى القدوم من النادر حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت والمركز الثالث التقدم والحضور من عز سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله المركز الرابع القدوم والتدخل من عز عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي المركز الخامس القادم والمنطلق والمندفع مطران عل أو حمد بن علي بن حمد بن محمد أبو صرعة هكذا هو النداء للمراكز الخمسة المتقدمة نعود نحو البداية ونحو الصدارة إلى المركز الأول إلى النادر من يتقدم حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت من يحضر مع البداية ومع الصدارة ولكن يا سلام يا سلام من الجانب الاخر علي بن راشد بن سالم بن دوحه المري من يحضر ومن يتقدم المركز الثالث صد الحضور والتقدم من عز سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله من يتقدم ويحضر مع المركز الثالث المركز الرابع القدوم والدخول من مطران حمد بن علي بن حمد بن محمد ابو صلعه والمركز الخامس لنختم النداء بالحاضر والمنطلق عز عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي ولكن البداية والحضور والتقدم من النادر حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت من يحضر مع المركز الأول مع الصدارة ولكن شعار هنالك عز سالم بن محمد بن فاد بن سالم بن دخيل الله من يتقدم من يحاول البحث عن الفوز والانتصار ولكن شعار بن قهويل مع البدايه مع النادر حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت لمن الفوز والانتصار النادر مع البدايه النادر مع الصداره ولكن عز عز في المستوى الثاني المركز الثالث القادم والمنطلق الباز علي بن راشد بن سالم بن دوحه المري المركز الرابع ارصد المنطلق والقادم الهمر سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري والمركز الخامس شعار ابو صلعه مع مطران حمد بن علي بن محمد ابو صلعه ولكن الى النادر الى النادر يا سلام يا سلام من بدا الانطلاق من بدا الاندفاع نحو الفوز والانتصار يا سلام يا بن قهويل حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت من يتقدم مع المركز الاول مع البدايه ومع الصداره ولكن عزف المستوى الثاني والمستوى الثالث الهمر ولكن النادر مع البداية من يدشن لوحة الكيلو متر الأخير روح يا مالك النادر للفوز والانتصار حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت من بدأ الانطلاق الذاتي والتلقائي بلا أوامر بلا تعليمات النادر النادر النادر, النادر حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت نوعية فاخرة من تحضر مع بن قهويل بهذا الصباح في شوط الانتاج حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت حضور مميز أداء رائع مع النادر ومالك النادر نوعية فاخرة يا بن قهويل حمد بن سالم بن علي بن قهويل النابت من يفوز وينتصر بهذا الصباح الجميل والعصا البطان الابطان بلا بطان بلا أوامر أداة القاي بلا تعليمات قال دور اللي يوم لملاقة تسرك ما يهور ركضها خلت أمطاها اتحرك كانها بقوة محرك وتجاوز دون ما تظهر عصاها هذه الابيات تنطبق على النادر وعلى مالك النادر حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت من يفوز وينتصر بهذا الصباح سلام يا بن جهويل سلام سلام لمالك النادر سلام حضور مميز و أداء رايع بهذا الصباح والعصا في البطان تانينا والناموس إلى مالك النادر حمد بن سالم بن علي بن جهويل للنابت المركز الثاني حضر الهمر سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري المركز الثالث القدوم من عز سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله المركز الرابع المركز الرابع حضر عز ناصر بن شافي بن محمد بن شافي بن هدوان المركز الخامس المركز الخامس حضر الباز علي بن راشد بن سالم بن دوحة المري نعود بالثانية والناموس إلى مالك النادر حمد بن سالم بن علي بن قاويل نابت التوقيت الزمني لحظات وصول النادر معلن للفوز والانتصار ست دقائق ثلاث ثواني أربع أجزاء من الثانية